بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم، معاكم أميرة عادل، بمسي على كل حبايبي. والنهاردة هنعمل مع بعض حاجة كده من المقبلات اللي بتحط على الفطار، بتحط مع المشويات، بتحط مع السمك، بتحط مع الكفتة، بتحط مع حاجات كتير قوي، بتحط على السفرة كتير، بنحتاجها كتير على السفرة عندنا. فهي البابا غنوج، وديت يعني حاجة جميلة وكلنا بنحبها، وفي ناس كتير تعرف تعملها، بس احنا بنعملها للبنات الصغيرين اللي لسه ما يعرفوش يعملوها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نشوف هنعملها ازاي، متنسونيش في اللايك والشير، والمشتركش في القناة يشترك في القناة ويدوس الجرس عشان يوصل له كل الاشعارات بكل الفيديوهات. يلا بينا نشوف. معانا بتنجان رومي، معانا طحينة، قرن فلفل، ليمون، فصين ثوم، كمون، ملح، معلقة خل. أول حاجة هناخد البتنجانة نحطها على النار، هنشويها على النار. ممكن تشويها جوه الفرن، بس الشوي على النار بيدي طعم أحلى، طعم الدخنة فيها بيبقى جميل جدا. ونروح جايبين السكينة ونشق فيها كده فتحات كده، اهوت نعمل فيها فتحات من كل كده الجوانب. اهي استوت من على الناحية التانية اللي انتم شايفينها كده، قلبناها على الناحية دي ونكمل الشوا كده. خلاص البتنجان بتاعنا خلاص استوى من جميع الجهات، دلوقتي هنطلعه بقى من على النار وندفع عليه ونسيبه بقى يهدى شوية عشان نقدر نمسكها. طلعناها، هنسيبها بقى تهدى عشان نعرف نمسكها، عشان تبقى سخنة جدا كده. خلاص هي هديت بقى كده من النار شوية عشان ابتدي اقدر امسكها. هنقشر كده اهو بالشكل ده كده، اخلع القشرة كده من عليها، وانا جايبه الميه دي عشان اي بواقي من القشره هنشطفها فيها. كده زي ما انتوا شايفين كده. انا كده وقشرتها وقعت مننا، هنجيب بقى الميه الميه عشان نشطفها فيها، لان مولعه جدا. ننزل كل اي سواد فيها، اي القشره يعني، نشطفها كده بسرعه ونروح مطلعينها. نكون بقى جايبين الكبه بتاعتنا، هي برضو سخنة قوي، ونحطها بقى فيها. حطيناها خلاص في الكبة، هنقطع بقى عليها الفلفل. وهنحط الثوم، هنحط كل حاجة على بعض، والزيت والملح والكمون كله، وعليها الطحينة برضو على قد الكمية اللي انت هتحطيها. وعصرة الليمونة، نعصر عليها الليمون. هنشيل منها طبعا البذر، نحطها بقى ونقفل ونضربها كده. تكون بابا غنوج بتاعنا خلص اهو، طحناه في الكبه. وممكن تهرسيه بالشوكه لو مش عايزه تطحنيه في الكبه، تهرسيه بالشوكه يعني زي ما تحبي، ممكن كده او كده.
وكمية الطحينة والزيت على قد كمية البتنجان اللي انت هتعمليها. زينها بقى زي ما نحب. حط لها بقى حبة بقدونس، حط لها زيت. نعمل كده عشان الزيت ينزل في الحتت ديت. نحط لها رشة كمون. وبكده تكون سلطة بابا غنوج بتاعتنا خلصت، طعمها جميل جدا. يا رب تعجبكم النهاردة الوصفة وتنفذوها، وزي ما انتوا عارفين احنا هدفنا ان احنا نعلم البنات المبتدئات اصول الطبخ ويعملوا احلى طبخات في بيوتهم. ويا رب الوصفة النهاردة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو اعملوا تنسوا لايك والاشتراك في القناة، وكمان تدوسوا الجرس، كمان تكتبوا تعليقكم، وانا